أحبائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة نتكلم فيها عن تجاعيد الوجه. لا شك أن التقدم في السن وظهور علامات الزمن سواء أسفل الخدين أو على جانبي العين أو الفم أو حول منطقة الأنف، كل دي من العلامات اللي بتظهر مع تقدم السن، وبيكون ليها في حالات كتير جدا بعض التأثير السلبي على نفسية الشخص نفسه سواء كان ذكر أو أنثى. لو اتكلمنا عن الست بشكل خاص، السيدات دايما بيكون ثقتهم بتبتدي تقل بنفسهم كل ما تقدم بيهم السن وبيظهر العلامات دي في وشهم. هنبتدي نتكلم النهارده ان شاء الله في حلقتنا عن تجاعيد الوجه، اسبابها ومشاكلها وطرق علاجها. خليكم معانا. في بدايه الحلقه احب ارحب بالاستاذ الدكتور منير ويليام، استاذ جراحات التجميل والامراض الجلديه والعلاج بالليزر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. الحقيقه حضرتك عارف ان تجاعيد الوجه يعني سواء بالنسبه للذكر او الانثى بتكون مؤرقه شويه وبتكون ليها تاثير كبير في تعامله حتى الشخص مع الاخرين. في البدايه نحب نعرف ايه سبب ظهور هذه التجاعيد في الوجه. هو الحقيقه الحلقه النهارده بتتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو علامات الزمن او التجاعيد بتاعه الوجه. الاسباب كثيره جدا، طبعا اهم سبب هو تقدم العمر، كل ما الانسان بيبتدي يكبر في العمر بتبتدي تظهر العلامات. لكن في نفس الوقت هذا لا يمنع ان احنا بنلاقي عائلات مع كبر السن لا زال الوش وردي وصبوح ولا تظهر فيه العلامات، وفي نفس الوقت بنبص نلاقي ان في بعض العائلات تبتدي علامات الزمن تظهر في سن مبكر. في اسباب تانية كثيرة جدا، على سبيل المثال الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص، الشخص التغذية بتاعته قليلة بنلاقي ان هذا ينعكس سلبيا على ظهور علامات الزمن وتجاعيد الوجه. ايضا الشخص اللي ممكن يكون اصيب بمرض وهو صغير، سواء كان مثلا درن او كان مرض وراثي او كان مرض تناسلي او حاجه زي كده، دي ممكن تؤثر تاثير سلبي على الجلد ونبص نلاقي ان علامات الزمن ابتدت تظهر. ايضا الاجهاد، مش معقول شخص بيشتغل 7 ساعات في اليوم زي شخص بيشتغل 16 17 ساعه في اليوم، ده ممكن ينعكس سلبيا على ظهور علامات التجاعيد وتبتدي تظهر طبعا الهالات السوداء وبعد كده تبتدي علامات الزمن تظهر. فهي مجموعة متكاملة من الأسباب اللي ممكن في النهاية بتنتهي بظهور هذه العلامات. احنا عارفين يا دكتور العمر السني للشخص، هل في فرق بينه وبين العمر البيولوجي؟ الحقيقة أنت حطيت إيدك على سؤال مهم جدا. العمر السني ده العمر بتاعنا اللي مكتوب في شهادة الميلاد، أنا سني كام سنة، سيادتك سنك كام سنة وهكذا. لكن العمر البيولوجي ده حاجة مهمة قوي. إزاي؟ العمر البيولوجي معناها درجة إنهاكي للعضو ده، يعني على سبيل المثال الإنسان المدخن لما نيجي نحسب العمر البيولوجي بتاع الرئتين بتاعه هنلاقي أكبر كتير جدا من العمر السني. الإنسان اللي عنده مثلا إصابة بمرض البلهارسيا هنلاقي العمر البيولوجي للمثانة أكبر بكثير من العمر السني بتاعه، بمعنى إن المثانة أنهكت من هذا البلهارسيا وما أتى منها والأعراض وهكذا. فالعمر البيولوجي هو العمر الحقيقي لجسم الإنسان، اللي هو أنا استهلكت هذا الجزء من جسمي قد إيه. الانسان اللي عنده تليف في الكبد هو عنده 30 سنه اللي كان عنده تليف في الكبد، الكبد بتاعه عباره عن كبد منهك ما يقدرش يستحمل او يكمل معاه بينما هو سنه صغير. فالعمر البيولوجي هو الانهاك الحقيقي لكل جزء من جسم الانسان. بالنسبه للخلايا اللي حضرتك لسه كنت بتكلمنا عليها دي، يعني عايزين نتكلم هل ليها مرحله سنيه معينه تتجدد فيها ولا ليها عمر معين؟ هو الحقيقه ده يجرني على ايه الاسباب اللي تؤدي لظهور هذه العلامات. الأسباب بتاعة ظهور علامات الزمن اللي هي بنبص بنلاقي كل الخلايا اللي في المنطقة اللي فيها العلامات بتظهر بتبتدي تعاني. على سبيل المثال مقدرة الخلايا العرقية على الانقسام بتقل، ومقدرة الخلايا الدهنية على الانقسام بتقل، بيحصل ترسيب كمان للدهون على جدار الأوعية الدموية فيبتدي يحصل نوع من تصلب الشرايين وبالتالي المرونة بتاعة الجلد في المنطقة دي بتقل. ايضا بنبص بنلاقي ان مقدره الاورده نفسها في التمدد بتبتدي تتاثر، وهكذا بنبص بنلاقي النهايات العصبيه بتاعه الجسم، الاحساس، اللمس، الحراره، البروده، كل الريسبتورز اللي هي المستقبلات الحسيه اللي بتستقبل العوامل الخارجيه بتبتدي تتاثر وبيبتدي يحصل فيها نوع من التليف. وعشان كده احنا بنقول ان بيحصل تغيير كامل في كل جزء من هذه الخلايا تبتدي العلامات تظهر نتيجة لهذا الكلام. دايما بنقول برضو الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية عايزين نعرف ازاي نحاول يعني نتجنب ظهور مثل هذه التجاعيد. لو اتكلمنا عن الاسلوب الغذائي، هل في بعض الأطعمة نقدر نقول لها بتساعد على تأخر هذه العلامات وأطعمة أخرى بتساعد على أو بتسرع من ظهور هذه العلامات في الوجه؟ يعني تماما اللي انت بتكلميه كلام مظبوط. هناك أطعمة وقائية
دايما بنقول الجلد والشعر مهمة جدا. على سبيل المثال الخضروات الطازجة اللي فيها فيتامين ألف، وفيتامين ألف ده المسؤول الأساسي عن حيوية ومرونة الجلد والشعر. وكلما كانت الخضروات أكثر احمرارا أو أكثر اصفرارا أو أصفر أكثر خضرارا، كلما كانت نسبة الكاروتين بيتا كاروتين اللي موجودة جواها أعلى، وده كان أدى إلى تكوين الجلد أو الشعر بالنسبة لنا. دي حاجة. الحاجة التانية الفاكهة الطازجة اللي فيها فيتامين جيم، فيتامين جيم ده المسؤول عن تركيب وتكوين الأوعية الدموية. فكل ما زودت من الفاكهة بتاعتي، كل ما زودت من فيتامين جيم الموجود، كل ما زدت من نشاط وحيوية الأوعية الدموية، كل ما إدى ده مرونة أكتر للجلد. أيضا بالنسبة للأغذية بتاعتنا، كلما كانت الأغذية مشوية أو مسلوقة، كل ما ده كان أفضل من الأغذية نفسها اللي هي بيكون فيها زيوت نسبة عالية. لا مش كده وبس، لأن لو دخلت في الزيوت نفسها، كل ما كان في نسبة معينة موجودة في الأكل نفسها، إن احنا بنقول نسبة الزيوت السائلة إلى الزيوت الجامدة لازم تكون 2:1. لو أنا عكست الزيوت الجامدة زي مثلا السمن زي الزبدة، وخليت النسبة أعلى من نسبة الزيوت السائلة زي الزيوت العادية اللي عندنا، ده غير صحي على الإطلاق في الجسم، ويبتدي يلخبط كل الفسيولوجي بتاع جسم الإنسان. فأنت بالنسبة للتغذية هام جدا، وكلما كانت خضراء وكلما كانت خضرات بنسبة عالية، كلما كانت فاكهة بنسبة عالية، كل ما كان ده وقائي جدا على جسم الإنسان. بيصعب عليكي قوي لما يجي لك حد ويتكلم معاكي تساليه عن الخضار يقول لك ما باكلش خضار خالص، فاكهه ما يسمعش عنها، هو هيعيش ازاي؟ هو بيدور على تجاعيد ازاي ولا بيحكي عن ازاي؟ الوجبات السريعه بقت كلها مشكله. والمشكله الاساسيه بالظبط لازم نرجع للبدايه. احنا لما بنشوف الانسان قاعد في الغيط، قاعد جنب الزرع، بياكل الحاجات الطازه، المشاكل بتاعه تجاعيد الزمن بتبقى قليله بالنسبه له. انما العنف والحركه والاجهاد والضغط النفسي والعصبي والاكل السريع زي ما سيادتك قلتي، ده أدى كتير إلى ظهور هذه العلامات بالنسبة عليا. طبعا برضو في بعض العادات السيئة، يعني زي السهر لفترات متأخرة من الليل، وبعض العادات الأخرى زي شرب القهوة يعني بكمية كبيرة، والشاي والحاجات دي برضو ليها تأثير. والتدخين يعني طبعا بشكل أكبر يعني، وبرضو الكحوليات والحاجات دي كلها أكيد ليها عامل برضو في ظهور مثل هذه التجاعيد. سيادتك إحنا بنتكلم عن التغير في الخلية، يعني التدخين الكتير جدا بيبتدي يقتل النهايات العصبيه والحسيه والاستقبال والحراره والبروده ابتدى يقتل. دي حاجه. اكل الدهون بنسبه عاليه بيبقى ترسيب اعلى على جدار الاوعيه الدمويه، ابتدى يحصل نوع من ترسل الشرايين، ده بقى اعلى. وهكذا الحاجات اللي هي المجهده العكسيه طبعا بيجي ليها انهاك اكل باثر رسعي بالنسبه لعلامات وتجاعيد الزمن. طيب هننتقل لجزئيه اخرى وهي طرق العلاج المختلفه لعلاج التجاعيد. هنتكلم على اول طريقه وهي طريقه الحقن سواء بالسيليكون او الكولاجين. هيك شايف ايهما افضل في الاثنين؟ لا لا ده انت بعدتي خالص. سيليكون وكولاجين يعني دي حاجات احنا دلوقتي نقدر نقول عليهم حاجات قديمه. الكولاجين طبعا من مصدر حيواني وبيتحقن بيه جسم الانسان، وده ممكن يكون اولا ليه عيوب كثيره جدا، او ما بيقعدش اكتر من 3 شهور ل6 شهور دي ناحيه. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون طالما جاي من مصدر حيواني ان ممكن يعمل علامات معينه في جسم الانسان ويبتدي يحصل الجلد يرفضه تبقى مشكله. دي حاجه. حاجه ثالثه انه مكلف. لو كلمنا عن السيليكون، السيليكون صحيح ان كان في كلام بيتقال عليه، وان كان دلوقتي الاف دي اي ابتدت تقبل وجود السيليكون وابتدينا نعمل عمليات بالسيليكون، ولكن لا زال مكلف جدا جدا. ليه بعض المشاكل برضه؟ ومشكله الرفض فيه اقل والفتره الزمنيه اطول، لكن ما بيزيدش عن 2، لكن مشكلته انه مكلف جدا. لكن طالما احنا بنتكلم عن علاج تجاعيد الوجه، صحيح ان العلاج بيكون فيه طريقين رئيسيين، يا اما طريق الحقن يا اما طريق الجراحه. فالافضل دلوقتي قوي 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 اللي هو حقن الدهون. حقن الدهون دي عمليه من العمليات العاليه جدا دلوقتي اللي احنا بنعتبرها في مجال جراحات التجميل العمليات السهله، اللي هي مجرد ان المريض يقعد في البيت لمده 4-5 ايام وبعدين يبتدي يمارس حياته طبيعي جدا من غير اي خياطات ظاهريه، من غير اي مشاكل. ده حاجه كويسه. ويمكن يعني انا برضو بحاول دايما اتكلم حقن الدهون من العمليات العاليه ازاي، ان دور جراحات التجميل بيجي ان احنا بنبتدي ندور على الدهون في مكان معين من جسم الانسان. على سبيل المثال احنا زي ما بنتكلم بنقول ان دي كانيولا بنحطها بنشفط بيها الدهون. مثلا اماكن اخذ الدهون ممكن تكون اسفل البطن او الارداف او الجانبين وهكذا. عن طريق هذه الكانيولا بيتم سحب الدهون من المكان الموجود. بتتاخد الدهون بهذه الطريقه وبتتاخد في كانيولا ثانيه، هنا الدهون اللي تم سحبها، ويبتدي تركيزها بدل سرنجات كبيره لسرنجات اصغر، بتبتدي تتخفف الدهون وتتغسل. فبنقدر نضغط هذه الدخول من هنا ونبتدي نستقبلها من هنا. بتتكون قدام الدهون هنا بطريقه معينه، هنا بتبقى الدهون مركزه مغسوله، بتتاخد بطريقه سهله ثانيه وبتتاخد في سرنجه ثانيه مزاويه ليها
ونبتدي برضو الدهون مرة تانية تتركز إلى جزيئات أكتر وتبتدي تتخفف بطريقة أكتر، بتضغطي بطريقة معينة بحيث إن الدهون تتركز وتتخفف معاك. في النهاية الدهون اللي هي اتكونت بتتاخد هنا وتتحط في سرنجة زي كده هو، بتبقى هنا دهون مركزة مغسولة دقيقة ومعقمة تماما، ونبتدي نشوف العلامات اللي فيها تجاعيد الزمن عن طريق إبر. الإبر البسيطة دي نقدر ندخل نملى المكان ده مثلا، نملى الخدين عن طريق الإبرة البسيطة دي، ندخل من هنا نقدر نملى هذا الجانب عن طريق الإبرة دي، ممكن ناخد التجاعيد اللي موجودة في جانبي الرأس وهكذا. فدي تعتبر عملية من العمليات السهلة اللي معروفة على مستوى العالم، اللي واخدة موافقة من FDA، اللي هي تقدر تحط دهون مركزة مغسولة معقمة تقدر تقعد معاك أطول فترة ممكنة. يعني أنا ما تخيلش إن أنا عدت حالة مرتين. فهي دي بين الحقن والحقن قد ايه المده اللي ممكن اقعد؟ المفروض علميا ان انا مثلا لو عندي 50 سنه وبحقن دهون، فانا بعوض كميه الدهون اللي الجسم حرقها في 50 سنه، فالمفروض ان هي تتعمل مره واحده تفضل معايا طول العمر. في بعض الشائعات حول حقن الدهون ان مع الوقت لانها من نفس الجسم، يعني الجسم بيمتصها، فبنحتاج ان احنا نعيد عمليه الحقن مره اخرى. انت سيادتك لاحظتي ان انا قلت لك ان احنا بنركز وبنخفف من تركيز عالي لتركيز واطي وبنرجع نركز تاني. الخطوات دي لما تعملش مظبوطة بيبقى حقن الدهون ناقص، فممكن تتعاد وتتعمل مرة تانية وتبقى فيها مشكلة. عشان كده هي التكنيك نفسه الدكتور اللي بيشتغل إذا عملت بطريقة مظبوطة، معظم الحالات اللي أنا عملتها ما عزتش إنها تتعمل تاني. ليه؟ يعني حقن الدهون إحنا بنعمله بطريقتين. في حقن بيكون خطوط، أنا ماشي على الخط ده بس، علامة ظهرت هنا، وفي حقن بيكون مساحة، أنا عايز أكبر الخد، أنا عايز أكبر الشفاه، أنا عايز أدخل بمساحة معينة. فالناس اللي ممكن تكون عملت مجرد حقن خطوط قد تحتاج مرة تانية عملية حقن للمساحات. ولكن إذا اتعمل كله مع بعضه والمريض كان عارف هو عايز إيه والدكتور كان عارف هو بيعمل إيه، إحنا من خبرتنا ما بتحتاجش غير حقن مرة واحدة، فالكلام ده مش مظبوط. تمام. بالنسبة لدور التقشير الكيميائي، احنا عارفين ليه دور في ازالة البقع الجلدية ومشاكل بعض مشاكل البهاء والحاجات دي كلها، هل ليه دور ايضا في علاج بعض التجاعيد الوجه؟ الحقيقة ده كلام مش مظبوط. التقشير الكيميائي مشكلة كبيرة جدا. التقشير الكيميائي بيتعامل مع الطبقة السطحية من البشرة، طبقة البشرة، لكن تجاعيد الوجه اعمق. تجاعيد الوجه موجودة على مستوى الأدمة، وبالتالي في التقشير الكيميائي بيلعب على الطبقة السطحية، اشيل بعض البقع، اشيل بعض الحفر، ولكن ليس له علاقة على الإطلاق بإن أنا أعالج تجاعيد الوجه. ده بعيد تماما، الكلام ده بعيد تماما. طيب إمتى حضرتك بتلجأ، يعني تقول إن الحالة اللي قدامك دي لابد من اللجوء يعني للجراحة لعلاجها، ملهاش أي حل تاني؟ إذا جالي شخص عنده ترهلات كبيرة جدا وابتدى الجلد يسقط بطريقة كبيرة، وقتها بيبقى الحقن مش مفيد في مناطق محددة. يعني لما تجيلي واحدة رقبتها سقطت أو واحد رقبته سقطت وجاي بعد سن معين، عمر الحقن ما بيفيدني هنا، فبضطر اشد الرقبه. وعلى فكره الجراحه احنا عندنا بنقسم الوجه الى ثلاث مناطق، ثلاث اتلات. التلت الفوقاني بيشمل مقدمه الراس والجفن، فانا لو عندي علامات فديه فيبقى في شد وجه للمقدمه للراس او للجفن العلوي. التلت الاوسط بيشمل الخدين لغايه الشفه العليا، والتلت السفلي بيشمل الرقبه والذقن. فبيبقى حتى التدخل الجراحي لعمليات الشد ممكن يكون الوجه ككل في كل الثلاث اتلات، او ممكن اخد الجبهه واخد الرقبه والخدين ماشيين معايا كويس. عمليه واحده ولا ده على كذا مرحله؟ لا كله في عمليه واحده، لكن هي المساله ان الدكتور ممكن يشد الوجه كله، مقدمه وخدين ورقبه، وممكن ياخد حته بس، ما فيش عندي عيب غير في الرقبه، اروح عامل شد للرقبه واعمل حقن في الوجه او حقن في مقدمه الراس. يعني في حريه، في مرونه، مش كتاب. احنا قدامنا على حسب الحاله اللي موجوده قدامي، انا بتحرك، عندي رقبه ساقطه وابتدت تعمل علامات والخطوط اللي بتبان اللي بتضايق الكبار والصغيرين الستات والرجاله، يبقى دي فيها جراحه. عندي خدين ساقطين في نفس العيب في نفس الحاله في نفس المرض، ممكن اعمل حقن. فهي الحكايه ان انت بتبصي على الحاله اللي قدامك، تعرفي هي امكانيات جلدها تقبل ايه، هل هتعملي جراحه بس، هل هتعملي حقن بس، هل مش هتعملي لا جراحه ولا حقن وهتدخلي تكملي في الليزر، ممكن يبقى حاجه ثالثه خالص، الحاجات سطحية ومحتاجين ندخل بطريق ليزر وهكذا. الحقيقة وصلنا لنهاية الحلقة. في نهاية الحلقة بشكر الدكتور منير ويليام لبيب، أستاذ جراحات التجميل والأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، على كل المعلومات القيمة اللي قدمها لنا. بشكركم أحبائي المشاهدين، ودايما هنكون في انتظار تليفوناتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم على إيميل البرنامج. شكرا وإلى اللقاء.